هاي. بيلعب الاستهلاك الدور الأساسي بزيادة كمية النفايات، وبالوقت يلي ما بنقدر نستغني عن بعض السلع الحياتية، في منتوجات تستعمل لمرة واحدة بنقدر نتجنبها ونلجأ لبدائل تانية بسهولة. الشوك، السكاكين، الصحون والكبات البلاستيكية بتشكل عبء على المكبات وعلى البيئة، وهين كتير نستبدلها بالأغراض المنزلية يلي تستعمل على طول. لما نطلب دليفري على البيت لازم نشدد على عدم إرسال أدوات بلاستيكية. فينا نستبدل المحارم الرطبة بالمناشف والمحارم الورقية بفوط قماش. مهم كمان نستعمل زجاجات المي اللي ممكن غسلها وإعادة استعمالها، وأنين المشروبات الغازية يلي بتنرد، وكمان فينا نرجع البريق اللبناني. زيت الشي بالنسبة للقهوة فينا نطلبها بأكوابنا الخاصة. فينا نستهلك فراش سنين وشفرات الحلاقة يلي بس بتغير راسها وقعدتها بتبقى هي زيتها. مين قال مسؤولية تخفيف النفايات فردية وجماعية؟ أنا قال. نشوفكم بكره.